إذا متابعينا الكرام، متابعة قناة صافي جود، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، مباشرة معكم من هنا من مدينة أسفي برفقة الشهر، محل اللي كيوجد متابعينا الكرام الأخطبوط المقلي أو المعروف عند المغاربة بزيز أو الروطال. إذا غادي تعرفوا معنا متابعينا الكرام على سر نجاح عبد الهادي اللي معروف هنا عند الساكنة ديال مدينة أسفي على أنه كيصيب أطيب زيز أو أطيب روطال مقلي اللي سبق لكم وشفتوه متابعينا الكرام أو ذوقتوه. إذا لايف مثير من مدينة أسفي اللي غادي تعرفوا فيه متابعينا الكرام على سر نجاح عبد الهادي وعلى الطريقة اللي كيقوم بها لتحضير الروطال المقلي متابعينا الكرام. اذا غادي نقربوكم اكثر من زيز او الروطال المقلي اللي بطبيعه الحال عزيز على المغاربه. اذا دائما تنذكروا جميع الساده المشاهدين ومشاهدات قناه صافي جود على اننا على المباشر من مدينه اسفي برفقه عبد الهادي اشهر صانع او اشهر طباخ ديال زيز او الروطال او الاخطبوط، يعني طبيعه الحال كتختلف التسميه ديالو على حسب كل منطقه. اذا هنا في مدينه اسفي فكيقولوا ليه زيز، لان طبيعه الحال زيز فهو محبوب بالمغاربة. إذن عبد الهادي هو أشهر طباخ ديال زيز وأشهر طباخ ديال الروطال المقلي متابعينا الكرام. السلام عليكم خويا عبد الهادي. مرحبا. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله خويا سام. الحمد لله. الله يحفظك الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء بخير. بداية. عبد الهادي غني عن التعريف، اشهر مشهور بمول زيز. بغيت نتقدم للزملاء الكرام اللي انا انتقلت من المحل. كان عندك في الاول تريبورتور. كان عندك تريبورتور. اييه. تبارك الله. درتي دابا المحل ديالك. الحمد لله بفضل الزملاء الكرام. تبارك الله عندك اقبال كبير على زيز والروطات. الحمد لله خويا سامي كتشوف انت الامور نقيه، السلعه نقيه، كنخدموا بشي حاجه ديال البلاد جوده. والزبناء راه كيف كيقولوا كاليتي، راك عارف ما كانش كاليتي راه ما كاينش عبد الهادي ما كاينش الخدمه. شنو سر نجاح عبد الهادي والسر ديال الاقبال الكبير عليه من طرف ساكنه هو؟ كي قلت لك خويا سامي انسان واحد الحاجه كتخدم بقلب الصفاء والنيه، الحاجه زوينه ونقيه بحال اللي كتعطي شي حاجه لوليداتك، شي حاجه اللي غتاكل انت، هذا هو السر النجاح اللي كاين خويا سامي. كيفاش الطريقة ديال التحضير ديال زيت؟ والطريقة كيف كتجيبوه؟ كيفاش كتحضروه؟ وراك عارف راه المراحل اخويا سامي هي البحر، حنا معروفين بالبحر، كنقولوا النمرة 7 حاضرة المحيط. كتجي السلعة كنجيبوها من الباركو، تنخدموها تنغسلوها تنقادوها تندخلوها للفريكو، تاخذ شوية الوقت تنخدمو عادي. كي كتشوف الزيت نقية، المقلة نقية، المسائل، هادو هما المراحل اللي كاين، مسائل عادية. شنو سر اللذة اللي عندك وما كايناش عند باقي المطاعم؟ وهي الصفا والنية، ما كاين حتى شي حاجة يكذب عليك كذاب. كيفاش الصفا والنية؟ ولي قال ولي الكراهي دير النية. دير النية. هي اللي كاينة. كيف كيقولوا المغاربة دير النية وباش مالك. هادشي اللي كان، هادشي اللي كاين خويا سامي، الإنسان حاجة نقية هي اللي كتخدمك. كنتي مصفر هذا تخدم، ما كان شوية ديال كي كنقولوا راك عرفتي، غتخدم شوية وغتحبس. كنشوفوا إقبال كبير ديال الساكنة ديال أسفي. وكنشوفوا ان الاستمراريه يعني باش انك تستمر. واه ماشي ساهل، سيرتو هاد الدومين ديال هاد الاخطبوط ماشي ساهل، لان البحر مره كيكون مره ما كيكونش، والحمد لله. اش كرفستي عبد الهادي باش وصلتي لهاد المرحله؟ ضروري. قول لنا على البدايات ديالك، فاش بغيتي يعني دير المشروع، فاش حققتي يعني اول حلم ديالك ديال تريبورتور ديال زيت، وكتشوف ان الناس يعني كيشجعوك وكتقدم من عندك؟ الحمد لله صراحه لقيت اقبال مع الساكنه تاع البلاد، شجعوني لانه واحد الانسان في مراحل صعيبه ديال الحياه
كي قلت لك ديجا في الفيديو اللي كان داز قبل انني انا ديجا استفدت من الاستاذ ديال محمد السادس وداك الشيء والموطور الحمد لله بدينا به وكان اول بدايه ودرنا الوليدات درنا المسائل الحمد لله كي كتشوف حنا غادي مرحله بمرحله الانسان راه ملي كيخدم زوين وهذا راه ربي تيوفقو تيوصلو. شكون خصك في البدايه ديال المشوار ديالك؟ ضروري 16 درهم 16 ضروري خويا سير اسمح لي دابا نرجع لك عبد الله نقربوا المشاهدين اكثر من زيز المقلي. اذا دائما متابعينا الكرام متابعي ومتابعات قناه صافي جود دائما حنا معكم من مدينه اسفي وبالضبط عند عبد الهادي اشهر بائع ديال زيز المقلي او الروطال او الاخطبوط اذا تختلف التسميه ديالو من منطقه الى اخرى. اذا تبارك الله متابعينا الكرام يعني الجوده عند عبد الهادي واقبال كبير من الساكنه ديال مدينه اسفي على الروطال المقلي او زيز. كان طبيعه الحال يعني حنا كنقربوكم متابعينا الكرام من الطريقه ديال التحضير. اذا السلام عليكم. انت المساعد ديال عبد الهادي الاسم الكريم زوير. زوير مشرفين سي زوير. سي زوير غتكلم لينا على الطريقه ديال التحضير. انت هو اللي مكلف دابا بالكوزينه ياك؟ ضروري كتشد السلعه كدير في الدقيق. اول حاجه شناهي؟ السلعه كدير انا في الدقيق هذا الدقيق ياك كتغربل شويه تزيد على الزيت خاصها تعمر مزيان بالدقيق. لا تعمر مزيان باش طلع لك في المقلى مزيان. طلع في المقلى مزيان. سير انت خدام وكدوي لينا شنو تدير؟ تاجي هنا. دابا تتعمرها بالدقيق؟ ضروري تعمرها بالدقيق. المرحلة الثانية؟ لا انت كدور الدقيق مزيان بحكا تفرتك لك ايدي باش ما يلصقش لك في المقلى ياك. باش ما يلصقش في المقلى كتزيد هنايا اسمح لي اخويا. المقلى خاصها تكون المقلى خاصها تكون مجهدة بزاف ياك. الا ما كانش زيت سخون ما يطلعش ليك. ما يطلعش. كتحاول انك تنشفو مزيان. ضروري ضروري. الطريقه الثانيه كترميه في المقله. الطريقه الثانيه كتختن الزيت يسخن الا كترمي في المقله. ضروري 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 يسخن الزيت. ضروري يكون سخون. هو كيبغي العافيه كثيره. كيبغي العافيه كثيره. الطريقه ديال الرمي تكون فرتكه حبه حبه. باقا نزيد الرمى قطعه؟ لا. الله يعطيك. شكرا. اذا نرجعوا متابعينا الكرام عند عبد الهادي اللي كيوصل عنده زيز طيب. وهذا قرينا زيز طيب. هذا الطابع واجد. هذا واجد واجد. قرينا هذاك اللي واجد. هو تبارك الله قرمش ديال الذهبي ديال السبيمة دابا تبارك الله تبارك الله عطوا الرئيس الزربان. اذا تبارك الله متابعينا الكرام اذا هذا هو زيز متابعينا الكرام ديال حاضرة المحيط ديال مدينة اسفي. وبطبيعة الحال مدينة اسفي راه معروفة بالتراواش ديالها ديال السمك. اذا الجودة متابعينا الكرام عند عبد الهادي من خلال هذا المباشر بغينا نشجعوا عبد الهادي على يعني انه يواصل في تقديم يعني المنتوج ديالو اللي كيشكروه يعني الساكنة ديال مدينة اسفي. بالنسبة لجميع الناس اللي تيسولوا على عبد الهادي فين كاين فهو تيتواجد في الطلعة ديال لاكورنيش الطلعة اللي كتطلع منها المقهى كاليبسو راه معروف هنايا في مدينة اسفي. هنا كاين شارع الرباط ومن هاد الجهة كاين لاكورنيش فمرحبا بالجميع. اذا بالنسبه لعبد الهادي الناس اللي بغاو يجوا عندك مرحبا والف مرحبا. جوده من الداكروس مرحبا. كل عاد خلص كل عاد اقول عاد قول كل عاد خلص. بالنسبه لك ان شاء الله في الكليان خويا عبد الهادي ضروري الكليان يقولوا لك ها هما الرئيس ديالنا وكل شيء. ها انت كي كتشوف بالنسبه للمعروف اخويا عبد الهادي على زيز انه ما تيبغيش يطيب جديد كيبغي يشرش شويه في ضروري نصيحه هذه الناس اللي كي عزيز عليهم هذه الاكله هذه من الاحسن يخلوه شويه تيتهرس منه داك الجهد لان الانسان اللي عنده الحساسيه ولا اللي عنده هذه صعيبه عليه حيت سخون شويه حيت هو فيه بزاف المنافع. شنو النصائح اللي توجه خصوصا الامهات المغربيات اللي تيطيبوا زيز الديور ديالهم وما يعرفوش ليه يعني شنو الطريقه اللي الطريقه اللي قال لكم الاخ زهير هذيك هي الطريقه الصحيحه زيت كثيره والدقيق مزيان والعافيه مزيان تماما
وداك الشيء راه غيكون زوين ان شاء الله بحال كنت تاكلوا عند عبد الهادي. مرحبا. اذا الكلمه الاخيره للساده المشاهدين خويا عبد الهادي. كنشكر الزملاء الكرام ومرحبا بكم الف مرحبا، راه كيشتوا المحل ان شاء الله تعرفوا الموقع ديالو، مرحبا والف مرحبا وعواشر مبروكه والف مرحبا. بارك الله عليك خويا عبد الهادي. اذا المتتبعين الكرام متتبعي ومتتبعات قناه صافي جود، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم، كنا معكم من خلال هذا المباشر مع عبد الهادي اشهر بائع ديال الزيز او الاخطبوط او الروطال. متابعينا الكرام كيف سبق اليوم قلت لكم انه تختلف التسميه ديالو من منطقه الى اخرى. اذا كان معكم متابعينا الكرام سامي بن سليمان صحفي في جود، دمتم في العيش الله وحفظه.